أن تعجبك صورة ما فتقوم بطباعتها فهذا شيء مألوف، لكن أن ترغب في الانتقال عبر المدينة فتعمل على طباعة سيارة وقيادتها فهذا أمر عجيب. هذا ما تحقق بالفعل بعد أن كشفت الصين عن أول سيارة سيدان مصنوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد الأسبوع الجاري في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد، لتوفر بذلك بديلا منخفض التكلفة وصديقا للبيئة للانتقال داخل المدن. تشي مينغ شياو كبير مصممي طابعة السيارة ثلاثية الأبعاد: يعكس جسم السيارة قوة وصلابة عاليتين، رغم أن كثافة المادة التي صنعت منها السيارة أخف كثيرا بنحو سبع أو ثمن وزن المعدن، وستساعد خفة وزن السيارة في توفير الوقود مستقبلا. وتبلغ أبعاد السيارة 3 أمتار و60 سنتيمترا طولا ومترا و63 سنتيمترا عرضا، وتستغرق طباعتها 5 أيام باستخدام مواد مركبة منخفضة التكلفة، ثم يتم تجميعها سريعا بعد ذلك لاختبار قيادتها. وتسير السيارة ببطاريات كهربائية يعاد شحنها، وتبلغ سرعتها القصوى 40 كيلومترا في الساعة. محمد الجبالي، رويترز.